عار وانطلاق سعد بن حمد بن هادي الغفراني المري يقدم لنا عجب. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء أشواطنا متواصلة في هذا الصباح وفي هذه اللحظات، نحيل المايك إلى الزميل سلطان العطول. شكرا للزميل بدر الشمري. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم في هذا الصباح في يوم اللقاية الذي تتواصل فيه انطلاقات هذه الشعارات وانطلاقات هذه الأسماء الباحثة عن الفوز وعن الانتصار، وبالتأكيد النقطة الغالية التي يبحث عنها جميع الحاضرين والمتواجدين. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام، شوطنا الخامس أعلنت انطلاقته لتنطلق فيه الأسماء والشعارات الذي يحمل أسماء عديدة وشعارات رنانة متواجدة وباحثة عن الانتصار. أتقدم مباشرة مع المركز الأول، أتقدم وأسير مع نيران من تشعل فتيل نيران هذا الشوط، وتتقدم مع المركز الأول بشعارك يا السويدي. أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي يقدم لنا نيران، ولكن بدأت من هذه اللحظات، نعم اشتعلت نيران المنافسة منذ البداية، اتسللت وتقدمت في هذه اللحظات ووصلت وانطلقت إلى المركز الأول. الدوحة الدوحة الدوحة، ومرحبا بالدوحة، ومرحبا بأهل الدوحة، ومرحبا بالأشقاء بجميع الحاضرين. محمد بن علي بن حمد بن علي المري من يقدم لنا الدوحة القادمة من ميدان الشحانية، القادمة من ميدان التحدي، حاضرة في هذا الميدان في ميدان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة، الذي يحتضن هذه المنافسات، الذي يحتضن هذا المهرجان الغالي والكبير في جائزة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. المركز الثاني أرى وأتابع القادمة هوايل، هوايل يا بن مبارك، محمد بن مبارك بن مسلم بن عثعيث العامري من يقدم لنا هوايل، من وصلت مع المركز الثاني. المركز الثالث هنالك نيران يا السويدي، أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي من يقدم لنا نيران، أيضا وصلت مع المركز الرابع، وصل شعار ممثل السلطنة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي مع الوسمية. المركز الخامس حضرت غاية التي ترسم غايتها وأهدافها وتسير إليها، نعم إن غايتها وأهدافها صعود القمم وصعود قمم الجبال وخطف الانتصارات بالتأكيد في مثل هذا المهرجان، قمة المهرجانات، قمة المهرجانات بالجوائز الضخمة، المهرجان الأضخم والأغلى. الله يا بن محمد سالم بن محمد بن حمد النابت المري الذي يبحث عن غايته ومراده في هذا الشوط من أجل خطف الانتصار في هذا الشوط الذي الجميع أعد له العدة، والجميع يزرع بالفعل من أيام كبيرة من أجل خطف انتصار ونقطة ثمينة في هذا المهرجان، واليوم يوم حصد ما زرع في الأيام الماضية، اليوم يوم حصد الانتصارات والنواميس. الله، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الدوحة، الدوحة من تتربع على قمة الهرم، الدوحة من تسير مع المركز الأول. يا محمد يا بن علي يا بن حمد يا المري من يقدم لنا الدوحة التي تسللت إلى المركز الأول وانطلقت وتحاول جاهدة
في أن تحتل موقعها وأن لا تغيره أبدا في الأمطار القادمة التي هي أمطار حساسة. نعم، أمطار تلعب فيها على أدق التفاصيل. الله الله الله. ولكن يا راعي الدوحة، حذاري من غاية بدأت تقترب. كلما اقتربنا من خط نهاية بدأت تقترب من قمة الهرم. يا النابت سالم بن محمد بن حمد النابت المري، المركز الثالث، وصلت في منزاحة يا الصعاق، علي بن سالم بن علي الصعاق، من يقدم لنا منزاحة مع المركز الثالث. المركز الرابع هنالك هملولة وسعود بن شافي بن ناصر بن حمود آل شافي، من يقدم لنا هملولة. والمركز الخامس أرى وأتابع الواصلة في هذه اللحظات، وصلت فيه وتين وعبد الله بن دخيل الله بن سلام الفايد لجانية، وصل مع وتين، وصل بن رويشد، وصل رجل الأمتار النهائية. الله. ولكن أعود إلى المركز الأول، أعود إلى غاية مع المركز الأول. غاية غيرت هذه اللي حذرتكم منها، غاية انطلقت مع مقدمة الشوط. يا سالم يا بن محمد يا بن حمد، ولكن الدوحة لا ترضى إلا بالمركز الأول، الدوحة لا ترضى إلا بالانتصار. هي تعود بعدما سحب البساط لوهلة من عمر هذا الشوط، تعود مع المركز الأول وتنطلق نحو السلامات. الدوحة. ولكن إني أرى هملولة بدأت تقترب. هملولة وصلت مع شعارك يا بن شافي، وصلت معك يا سعود يا بن شافي يا بن ناصر يا بن حمود يا الشافي، مع هملولة والدوحة مع المركز الأول. السلام إلى الدوحة. وهملولة بدأت تقترب. هملولة والدوحة، الأمتار النهائية، بدأنا نقترب إلى أمتار الحسم، إلى أمتار الفصل. ولكن الدوحة مع السلام. سلامي عليك يا راعي الدوحة محمد بن علي بن حمد بن علي المري، تهانينا والف مبروك. المركز الثاني هملولة وسعود بن شافي بن ناصر الشافي. المركز الثالث، وصلت في المركز الثالث، نعم، حضرت فيها الأمار وصالح بن بنية بن صالح هملولة. المركز الرابع، وصلت في المركز الرابع وتين عبد الله بن دخيل الله بن سلام الفايد الجاني. المركز الخامس. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، نعود بالتوقيت الزمني مع مخرجنا المبدع والمتألق أسامة الهواري، لقطات التوقيت الزمني ولحظات الإعادة ولحظة وصول الدوحة إلى خط النهاية. 8:08 62 جزءا من الثانية. المركز الثاني، نعم، هملولة ب8:09 85 جزءا من الثانية. تهانينا والنوماس لسعود بن شافي بن ناصر آل شافي. المركز الثالث، الأمار لصالح بن بنية بن صالح البلوي، 8:14 22 جزءا من الثانية. المركز الرابع، وتين عبد الله بن دخيل الله الجني. والمركز الخامس، طلابة وفيد محمد بن فيد الرزق العجمي. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، تهانينا ألف مبروك لمحمد بن علي بن حمد المري على هذا الفوز والانتصار. الدوحة كانت حاضرة في الموعد وخطفت الانتصار.